بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي استقلت بأمره السماء واطمأنت بإذنه الأرض وما أقلت، أوحى لها القرار فاستقرت، وشدها بالراسيات الثبت، رب البلاد والعباد القنت. نحمد من لا سواه يحمد، نحمد من له البرايا تسجد، أبواب كل مملك قد أوصدت وبابه مفتوح لا يوصد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. سعادة مدير الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتور عبد الله الموسى، سعادة وكيل الجامعة الدكتور عبد الله النجار، سعادة عميد السنة التحضيرية الدكتور علي محمد الصغير، سعادة وكيل الجامعة لشؤون الفروع الدكتور إبراهيم المعيقل، الإخوة الزملاء والضيوف الطلبة الكرام، لبنات المجتمع، حياكم الله جميعاً في فرع الجامعة السعودية الإلكترونية بالدمام. نرحب بكم ونسعد بخدمتكم، ويكون من أطيب أمانينا أن نكون قد حققنا جميع ما تصبون إليه في فرع الدمام بالجامعة السعودية الإلكترونية، فحياكم الله جميعا. خير ما نبدأ به لقاءنا هذا آية من الذكر الحكيم يتلوها على أسماعنا الزميل خالد عصام، فليتفضل مشكورا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. من خير إلى خير نسير. كلمة ترحيبية يقدمها سعادة الدكتور فيصل بن سالم السرهيد مشرف الجامعة السعودية الإلكترونية فرع الدمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نيابة عني وعن زملائي المميزين في هذا الفرع أقول ضيوفنا الكرام حياكم الله وأنورت الدمام بوجودكم. أما إلى
طلابنا وطالباتنا فأقول: صدق من قال أنكم أنتم استثمار المستقبل للوطن، فلذلك كونوا على ثقة أننا حريصون كل الحرص على أن نقدم لكم أرقى الخدمات وأن نكون بصفكم أمام العقبات، وغايتنا ومنانا أن نراكم يوم التخرج فرحين ونحن إليكم بفخر نتفرج. كلمتي قصيرة ولكن يطيب لي أن أختمها ببعض من المسك، يطيب لي أن أختمها بجزء من كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. هي الكلمة الأولى التي وجهها للمواطنين، جزء من الكلمة اختص فيها الطلاب والطالبات، قال فيها: فلأبنائنا وبناتنا أقول: لقد سخرت لكم دولتكم كل الإمكانيات ويسرت لكم كل السبل لتنهلوا من العلم في أرقى الجامعات في الداخل والخارج، والوطن ينتظر منكم الكثير، فعليكم أن تحرصوا على استغلال أوقاتكم في التحصيل، فأنتم استثمار المستقبل للوطن. وحياكم الله بالدمام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة سعادة عميد السنة التحضيرية الدكتور علي بن محمد الصغير، فليتفضل مشكورا. بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أهنئ الجميع بقبولهم في الجامعة السعودية الإلكترونية لهذا العام الجامعي، وأسأل الله العزيز القدير أن يكون عام جامعي مليء إن شاء الله بالنجاحات. أنا بتعرض زي ما تعرفون الجامعة الآن في عامها الرابع، وخلال الثلاث سنوات الماضية الحقيقة اكتسبنا الكثير من الخبرات اللي ورصدنا كثير من الإيجابيات والسلبيات لأبنائنا الطلبة والطالبات، سنضيء بعضا منها إن شاء الله في هذا الحديث، وآمل أنها تكون إن شاء الله يعني مساعدة لكم وتساعدكم على تخطي السحاب إن شاء الله في السنة التحضيرية. الجميع حصل على USB، وكثير من المعلومات والبيانات موجودة إن شاء الله على الموقع وأيضا على USB، ما راح تطرقها كثيرا لكن بستعرضها استعراض لو شفعي، لأن البيانات ما تكون متاحة على الشاشة لكنها ستكون يعني متاحة لديكم بكل أريحية إن شاء الله. زي ما تعرفون النظام اللي تتبعه الجامعة هو النظام المدمج، وهو اللي يقوم على الدمج التقنية والفصول الافتراضية وما يتبع ذلك بالتعليم المباشر. التعليم المباشر حصته 25% والتعليم باستخدام التقنية المختلفة هي 75%. من الأشياء اللي أحب أضيها أيضا هنا أنه كثير من الطلبة والطالبات خصوصا في السنوات الأولى والثانية كان عندهم تصور أنه الجوانب الفصول الافتراضية والبيانات الدخول على المواقع الإلكترونية المختلفة اللي هي البلاك بورد والإيف وكتب التفاعلية هو مكمل الحقيقة إثرائي للعملية التعليمية، هو لا، الحقيقة جزء من العملية التعليمية ومكمل للمقرر وخطة المقرر اللي تقوم أيضا بالتكامل مع التعليم المباشر. رصدنا في السنوات الماضية العلاقة بين حجم الوقت الذي يقضيه الطالب في استخدام الأنظمة التعليمية المختلفة ونسبة النجاح الموجود، وجدنا علاقة إيجابية، فكلما زاد تفاعل الطالب مع الكتب التفاعلية أو مع الأنظمة التعليمية المختلفة البلاك بورد أو برنامج اللي في اللغة الإنجليزية، كل ما زاد احتمالية النجاح، وكل ما قلت عدد مرات الدخول ونسأل الوقت المحدد للتعلم في تلك الأنظمة كل ما زادت نسبة الرسوب. فأنا النقطة الأولى اللي حب أوجهها لكم أنه استخدام الفيرتشوال كلاسس والأنظمة الإلكترونية التعليمية هي جزء من البرنامج التعليمي أو المقرر الأكاديمي المقرر لكل مقرر دراسي، فهذه النقطة الأولى اللي أحب أوجهها. طبعاً السنة التحضيرية زي ما تعرفون هي خمس مقررات: اللغة الإنجليزية والرياضيات والحاسب والمهارات الاتصال والمهارات الأكاديمية.
بالنسبة للغة الإنجليزية هي مكمل، يعني الفصل الأول مستمر إلى نهاية الفصل الثاني، أنت تختبر في اللغة الإنجليزية في نهاية الفصل الثاني. معاييرنا في الاختبار هي اختبارات ستاندر إكزام، اللي الاختبارات المعيارية. احنا وقعنا اتفاقية مع المركز الوطني للقياس والتقويم، هو المسؤول عن عمليات الاختبار. الحد الأدنى هي 60 درجة. طبعاً هناك اختبارات ممكن الطالب يدخلها نفسه خلال الفترة هذه، اختبار الآيلتس، لكن لا يقبل إلا النتيجتين هذه. بقية المقررات اللي هي الرياضيات والحاسب والمهارات الأكاديمية ومهارات الاتصال هي طبعاً تخضع للاختبارات التحريرية، والنجاح فيها 60 درجة زي ما قلنا. الفصل لو طلبة السنة التحضيرية يتناوبون على المقررات باستثناء اللغة الإنجليزية اللي الرياضية، يعني نص الطلاب السنة التحضيرية سيدرسون الرياضيات ومهارات الاتصال، والنص الآخر سيدرس الحاسب ومهارات الأكاديمية، ثم تتم عملية المداولة بين المقررين وبين الطلبة. كل مقرر له أهداف معينة موجودة، يعني هدف المساق الرياضيات له أهداف معينة يحققها الطالب، وهدف الحاسب واللغة الإنجليزية كذلك، المهارات الأكاديمية اللي تركز على مهارات البحث ومهارات التعلم ومهارات التفكير وأيضا مهارات الاتصال. كل هذه أنا أتوقع إن شاء الله من جميع الطلبة والطالبات أنهم يرجعوا ويشوفوا ويطلعوا على جميع اللي مكتوب خلال المقررين. ومن الأسبوع القادم سيبدأ الأسبوع الأول التدريس الفعلي، الأسبوع هذا سيكون فيه عمليات التدريب، المدرسين سيكونون موجودين خلال الأسبوع هذا. طلبة اليوم اللي هو الأثنين استثناء سيقدم لهم الأسبوع القادم جرعات أكبر خلال المحاضرات التي ستلقى عليهم خلال الأسبوع الأثنين القادم إن شاء الله. حنا نطبق الحقيقة عدد من النظريات اللي ممكن أنها أثيرة معاكم وتكون أيضا جانب مضيء أثناء عمليات التعليم والتعلم لديكم. عندنا حنا مسؤوليتنا بتصميم مقرراتنا سواء اللي بالفيس تو فيس أو اللي بالمقررات الإلكترونية هي عملية إثارة. العملية الاستثارة هذه حنا نستثيرك بحيث أننا كيف نثير الاهتمامات عندك، اهتمامات التعلم المختلفة من خلال عدد من المواقف التعليمية. طبيعي أنه من خلال زيادة الاهتمام بالجوانب هذه أنت يثار عندك القلق، القلق إلى جانب معين جيد، لكن أحياناً يصير القلق يزيد عن حده وينعكس سلبياً على هذا الطالب ويؤدي به بالأخيراً حتى أحياناً إلى ترك الجامعة. المدرسين اللي من موجودين عندك هو دوره عملية عمله كمسهل ومساعد لك بالعملية التعليمية، يزيل القلق هذا عندك من خلال إيش؟ من خلال تعرضك أنت للبرامج التعليمية. يجي بعضهم يقول أنا والله إلا الآن ما أعرف عن البلاك بورد، طبيعي أنك ما تبقى عارف البلاك بورد، لكن مع التدريب الأسبوع الأول الأسبوع الثاني الأسبوع الثالث لا شك أنك تبي تكون عارف ومتقن فيه. تبي تعرض ايضا البرنامج الاي اف، برنامج الانجليش تاون، الانجليش تاون ايضا مختلف كمان كبيئه تعليميه ومنصه تعليميه مختلفه اخرى. انت عليه مدرس اللغه الانجليزيه ان شاء الله سياخذ بيديك ان شاء الله الى انك تستطيع انك تتعامل مع تلك الانظمه. الرياضيات تبي تتعامل مع البلاك بورد وايضا مع كتاب مقرر اللي هو كتاب بيرسون التفاعلي. جميع التدريبات انت مطالب فيها بشكل اسبوعي انك تؤدي الواجبات من 10 15 20 30 اسايمنت اسبوعي وتقدمه للطالبة. أحب أؤكد أنه كثير من الحالات اللي جينا يصير مشكلتها أحياناً عدم اتباع التعليمات من المعلم بالبداية. أنا يفترض منك أنك أي واجب تقدمه بالرياضيات أو حتى بالحاسب، لأن الحاسب نستخدم أيضاً المعمل التفاعلي السيمنت من خلال ماجرو هيل، وتبي تعرضون عليه إن شاء الله خلال الأسبوع القادم بالتفصيل، لكن أنا بأضع إضاءات وعليك إن شاء الله أنك الأسبوع القادم تتابع مع المدرس. بالنسبة للرياضيات وبعض المقررات كثير منهم يقول أنا قدمت الواجب، لما نجي نراجع ما قدم واجب هو الحقيقة، الواجب يكون قدمه ورقي أو للمدرس أو كذا. أنا ما أقدر أتعامل معك إلا من خلال الأنظمة الإلكترونية، وهي اللي نستطيع أننا نسوي تراكينج لكل الحركات الأكاديمية اللي أنت عملها. فالواجب حتى يكون مقدم مثلا خلال الأسبوع هذا، بعد يوم الجمعة أو يوم السبت حتى لو قدمته ما يستطيع أنه يحمل على اليوزر نيم بالنسبة للمعلم ويطلع عليه ويسوي له جريد لك، فأنت يصير خسرت الدرجة. لذلك عندنا الوقت حنا حرج ومهم جدا، الطالب عليه بشكل أو بآخر أنه يتبع السلبس أو اللي موجود خطة المقرر اللي موجودة، يؤدي الواجبات بوقت المحدد والاختبارات أيضا بالوقت المحدد.
عندنا أيضا نظام المعادلات، أبشير له أن المعادلات طبعا بالنسبة للغة الإنجليزية لا نعادل إلا إذا حصل الطالب على آيلتس 5.5 أو ستيب 83، هي مفتوحة إلى نهاية الأسبوع القادم، إذا حصل على تلك الدرجتين تعادل له اللغة الإنجليزية ويعفى ويبقى بالمقررات الأخرى، إذا ما حصل عليها يجب أنه يدرسها، حتى لو حصل عليها في منتصف الفصل لا يقدمها في بداية الفصل الثاني وهكذا. عمليات الاجتياز والنجاح والرسوب بالنسبة للسنة التحضيرية عندنا 5 مقررات، الطالب اللي ينجح في الخمس مقررات يذهب إلى البرامج الأكاديمية مباشرة للسنة القادمة، إذا أخفق الطالب في 3 مقررات فأكثر، يعني أكثر من نصف مقررات السنة التحضيرية يطوى قيده من الجامعة، إذا أخفق في 2 مقررات فأقل يعطى فرصة الصيفي، والفصل الأول الذي يليه يعطى استثنائي كمهلة أخيرة لإنهاء المقررين، إذا لم ينهي المقررين خلال الفصل الأول من العام القادم يطوى قيده. أيضا من خلال الكتب وطريقة الحصول عليها، أنتم إن شاء الله من الأسبوع القادم ستكون متاحة الكتب لكم، عندنا بالنسبة للرياضيات والحاسب الكتب هي كلها إلكترونية، كل اللي تبي تحصل عليه ورقة واحدة فقط فيها اليوزر نيم والباسورد، فيها التعليمات محددة وواضحة، كل طالب منكم عليه أنه يتبع التعليمات ويدخل على الكتاب، ويدخل على أيضا من الكتاب السمنت اللي موجود للحاسب وباليوزر نيم والباسورد، وإذا واجهتوا أي مشكلة كل الأسبوع القادم موجود عندك المدرس وبيساعدك بطريقة الحصول الدخول إلى تلك الموقعين والتفاعل مع الكتابين. بالنسبة لمقرر الاتصال والمهارات الاتصال والمهارات الأكاديمية، هو كتاب على صيغة PDF فايل باستطاع الطالب أنه يطبعه أو يكون معه بالتابلت ويستطيع أنه يتابع مع مدرس المقرر كل تفاصيله وطلعات بالنسبة للمقرر. المعادلة لبقية المقررات ليس اللغة الإنجليزية هي متاحة حتى نهاية الأسبوع القادم للرياضيات واللغة الإنجليزية، الشروط موجودة على الأيقونة، أنا بس بطرح لكم الشروط المهمة، إنما تكون الحاسب من خلال دورة، لا هي من خلال برنامج أكاديمي سنوي جامعة من الجامعات وحصلت عليه على أقل من 5 سنوات وحصلت على درجة جيد فأكثر، ترفع بكامل المعلومات والبيانات المطلوبة من خلال الأيقونة وينظر في عملية المعادلة وتأتيك رسالة إن شاء الله مباشرة. آخر موعد القبول تلك المعادلات هي نهاية الأسبوع الثاني إن شاء الله الأسبوع القادم. في كثير من الحقيقة من المعلومات والجوانب أنا ودي كل واحد يطلع عليكم كل واحد يطلع عليها سواء باليوسبي اللي حصلت عليها أو على الموقع، وموجودة التواصل مع عمدة السنة التحضيرية على البي واي الاسيو. آمل إن شاء الله أن الجميع يحقق النجاحات في هذه الجامعة. الشيء المشرق والمشرف الحقيقة حتى في فرع الدمام أنه من أفضل الفروع عندنا في نسبة النجاح عادة في جميع المقررات، وهذا اللي يجعل يعني صراحة فرع الدمام مفخرا لنا حنا بالسنة التحضيرية، لأنه انعكاس الحقيقة الجميع، طالما أننا حنا نستخدم اختبارات موحدة ومعيارية سواء بالرياضيات أو بالحاسب أو بالمهارات أو باللغة الإنجليزية دائما نسبة النجاح تكون الأفضل الحقيقة على مستوى الدمام. أنا أهيب إن شاء الله بجميع الطلبة أنه يأخذوا يعني الدراسة من أول يوم بشكل جدي، يتابعوا المدرس والتعليمات، يستخدموا وسائل الاتصال المباشرة بالجامعة، الإيميل عندنا على الاسيو هو وسيلة الاتصال الوحيدة والرسمية بالنسبة لك، لن نستخدم أي وسيلة أو إيميل تجاري آخر. يمكن آخر مرة نرسل لكم تكست مسج SMS المرة هذه علشان بالبداية، بالأخير التواصل مع الإيميل كل واحد إن شاء الله يربطه على سمارت فون إن شاء الله ويطلع عليه بشكل يومي، أخبارنا والمعلومات اللي نريد أننا نزودها بأي طالب أو طالبة ستكون متاحة من خلال الإيميل. أشكر الجميع الحقيقة على حضورهم وأتمنى لكم إن شاء الله النجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنويه، سيتم توزيع أجهزة إلكترونية على الجميع جميع الطلبة لطرح الأسئلة الإلكترونية مباشرة وستعرض على الضيوف. الآن يسعدنا سماع كلمة سعادة وكيل الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الله بن عمر النجار، فليتشرف. مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعادة مدير الجامعة أستاذ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الموسى، زملائي مسؤولي الجامعة، أخواني أعضاء التدريس، أعزائي الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية لقائنا هذا أود أن أرحب بكم جميعا أعزائي الطلبة وأبارك لكم قبولكم في الجامعة السعودية الإلكترونية فرع الجامعة في الدمام، وأهنئكم جميعا بهذا القبول، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم للحصول على ما تطمحون إليه، وهو حصولكم بمشيئة الرحمن في نهاية مسيرتكم التعليمية على الدرجة العلمية التي تطمحون عليها. الجامعة السعودية الإلكترونية هي جامعة حكومية، إحدى منظومة الجامعات السعودية التي صدرت الموافقة السامية بإنشائها في شهر رمضان 1432، وبدأت القبول الفعلي للطلبة في عام 1433. بمشيئة الرحمن السنة هذه نهاية هذا العام الجامعي سنحتفي جميعا بباكورة الخريجين من مرحلة البكالوريوس. احتفلنا العام الماضي بتخريج أول دفعة من الدراسات العليا، وكانت فرحة للجميع سواء طلاب أولياء أمورهم منسوبي الجامعة جميعا. وبمشيئة الرحمن سنحتفي هذا العام مع بعض بالاحتفال بأول دفعة من دفعات التخرج لمرحلة البكالوريوس، وإن شاء الله ندعو الله جميعا لكم بالتوفيق، ونحتفي بكم بمشيئة الرحمن بعد الأربع سنوات التي تقضونها في الجامعة للحصول على الدرجة العلمية المطلوبة. أرجع وأقول أن الجامعة السعودية الإلكترونية هي جامعة حكومية معتمدة تمنح درجة البكالوريوس والماجستير في مجموعة من التخصصات التي اعتمدتها وزارة الخدمة المدنية وأقرت مجالات العمل لها، وكل منا حتى لا نسأل عن هذا السؤال ويتكرر هذا السؤال بين الحين والآخر من الطلبة، هل هذه الجامعة معتمدة؟ هل هذه الجامعة تخصصاتها مطلوبة في سوق العمل؟ الجامعة أكرر وأؤكد على ذلك على أنها جامعة حكومية، جامعة تخصصاتها كلها معتمدة ومصنفة، والكل منكم مدعو للدخول على موقع الجامعة seu.edu.sa وتختار الكلية التي أنت تنتمي لها، وسترى تصنيف كل تخصص من التخصصات الموجودة عندك. فيما يخص تخصص المعلوماتية الصحية، الأوراق ما زالت موجودة عند الهيئة السعودية للتخصصات الطبية أو التخصصات الصحية، ونحن الآن في صدد الحصول على الموافقة منهم. لم ترد الموافقة إلى الجامعة إلى هذه اللحظة، لكن وردتنا معلومات من الهيئة أنه ولله الحمد والمنة تمت أو اعتماد الخطة الدراسية الخاصة بتخصص المعلومات الصحية، فلذلك لا تقلقون من هذا الجانب. هذه نقطة. النقطة الثانية يا إخوان، الجامعة السعودية الإلكترونية نظام التعليم فيها نظام مختلف، نظام متميز، نظام الجامعة أو الوزارة التعليم حرصت كل الحرص على أن تجلبه إلى المنطقة إلى بلادنا الحبيبة لغرض أن نكون على دراية ومعرفة كيف نتعامل مع المستقبل التعليم. الآن مستقبل التعليم متجه نحو استخدام التقنية، فبالتالي استخدام التقنية هنا في الجامعة السعودية الإلكترونية هو لعملية اللي هو تسهيل الحصول على المعلومة، لعملية تنمية مهارات الطالب للتعامل مع هذه المعلومة والحصول عليها بطريقة احترافية، ليس فقط من خلال المحاضرة المباشرة. هناك المحاضرة المباشرة لها جزء من التقييم في الجامعة السعودية الإلكترونية، إضافة إلى المحاضرات الافتراضية
المجدولة التي تلزمك أنت كطالب للحضور فيها في أوقات محددة، لكن أينما كنت في هذا الفضاء، سواء كنت في بيتك، في سيارتك، في مزرعتك، في مقر سفرك، تستطيع الحصول على المعلومة للمحاضرات الافتراضية، إضافة إلى الساعة الثالثة مثل ما ذكر الدكتور علي لغرض الحصول أو إجراء والتعامل مع الواجبات والمتطلبات المختلفة من خلال استخدام التقنية. نقصد باستخدام التقنية هنا ليس فقط اللابتوب أو الديسكتوب اللي هو الجهاز الكمبيوتر المحمول أو جهاز اللي هو الحاسب المكتبي. أنت تستطيع، استثمرت الجامعة في التجهيزات المختلفة، تستطيع استخدام جهازك اللي هو الهاتف الذكي لاستقبال المحاضرات المباشرة. فبالتالي وأنت في سيارتك، وأنت في مقر عملك، وأنت في أي مكان في البلد، تستطيع أن تصل إلى المحاضرة وتتعامل معها بفاعلية. فنحرص على الاستفادة من هذه التقنيات وتوظيفها التوظيف الصحيح. هناك مجموعة من الخدمات مهيئة لك، ينبغي عليك أنك تستفيد منها وتحاول أن تتدرب وتتعامل معها بفاعلية. بمعنى هذه الخدمات لم توضع إلا لك، فادخل على موقع عمادة القبول والتسجيل، ستجد أكثر من 30 خدمة متاحة. هذه الخدمات وضعت من أجلك. إذا لم تستفد منها، مثلا خلينا نقول واحد صارت له ظروف ويريد أن يعتذر عن الدراسة، لا تقدم ورقة إلى المشرف على الفرع أو إلى أستاذ المقرر أو غيره. لا يا إخوان، هناك أيقونة خاصة بالاعتذار عن الدراسة تحفظ حقك ونستطيع أن نتابعها. لكن إذا جيت وأرسلت هذه المعلومة أو سلمتها ورقيا، أنت بعدين الخاسر في هذا الموضوع. ممكن تضيع هذه الورقة، ممكن توصل للمسؤول وتنفذ، لكن نسبة اللي هو وصوله وعدم وصوله 50% هنا. فلذلك نحرص على أن نستفيد من هذه الخدمات الاستفادة الفاعلة حتى نحقق ما نصبو له في هذا الجانب. نقطة مهمة أخرى، التقويم الزمني للأعمال الأكاديمية موجود على موقع الجامعة، الموقع seu.edu.sa. ادخلوا على هذا التقويم، موجود فيه جميع وجملة المواعيد التي تهمك أنت كطالب: التسجيل، الاعتذار، التأجيل، سداد الرسوم، استرجاع الرسوم، الانسحاب من مقرر، معادلة مقررات، غيرها من هذه الأمور، كلها مرصودة، كلها محددة. حاول أنك تتبع هذا التقويم، لأن جزء من العملية التعليمية هي تعليمك على النظام. إذا لم ننتظم في هذا الجانب سنخسر الكثير. أنا لا أريد أن أطيل عليكم، كثير من هذه المعلومات موجودة على موقع الجامعة، ارجعوا لهذه المعلومات، حاولوا تستفيدوا منها وأنتم في بداية طريقكم للحصول على الدرجة العلمية اللي تطمحون إليها. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعيش وإياكم لقاء مفتوحا مع سعادة مدير الجامعة السعودية الإلكترونية الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الموسى، فحياه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أولا باسمكم جميعا أتقدم بخالص الشكر لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي العهد على الجهود المبذولة من هذه الدولة المباركة لدعم قطاع التعليم، والذي يقدر بأكثر من 200 مليار سنويا. ولا شك أن هذا الدعم ليس بغريب على هذا البلد الذي يسعى إلى التعليم،
وإذا كان هناك مسؤولية على الدولة فإن المسؤولية أيضا على الطلبة والمتلقين وأعضاء التدريس ونحن كموظفين أن نستخدم هذه الإمكانات وهذه التجهيزات بأفضل السبل. مما أريد الإشارة إليه في هذا اللقاء هو أن هذا الوطن وهذا الكيان هو أمانة في رقابنا، فيجب على كل فرد منا أن يكون جندي وخادم لهذا الوطن. فالوطن قبل وبعد لم يبخل علينا في جميع القطاعات، فأتمنى من الجميع أن نكون يدا واحدة لخدمة هذا الوطن. وتعرفون الأحداث التي تمر بها المنطقة وهي أحداث جسيمة، وبالتالي التلاحم هو الحل الوحيد. فباسمكم جميعا أطالب كل فرد منا أن نكون عونا لهذا الوطن ولهذه الدولة ورجل أمن ساهر على الحفاظ على هذا الكيان. هذا من جهة. والشيء بالشيء يذكر، أحب أن أنوه وأنبه بما أننا نحن الجامعة السعودية الإلكترونية ما يدور في هذه الأيام من أحداث وتجييش على الدولة وعلى المسؤولين وعلى قطاعات الدولة، فالمستفيد منها هو العدو الخارجي، فيجب أن نكون صفاً واحدة في عدم إشاعة العداء والفرقة والتجييش سواء على الطلاب أو أعضاء هيئات التدريس أو المؤسسات الحكومية أيا كانت. فالمستفيد من هذا التجييش هو العدو الخارجي. فقضية تقنية المعلومات واستخدامها في الضغط على المسؤولين ليس حلاً وحيداً أو ليس حلاً هو المقصود بذاته، وإنما هناك أهداف أخرى غير ذلك. هذا ما أريد أن أذكره في البداية. ثانياً، كما قال أخي الدكتور عبد الله النجار، أبارك لكم بحصولكم على قبول في هذه الجامعة السعودية الإلكترونية، وأحب أن أسأل سؤال: كم واحد منكم قرأ عن الجامعة ساعة فأكثر؟ والله نسبة النجاح عندكم 30%. كم واحد قرأ ساعتين فأكثر عن الجامعة؟ نسبة النجاح 6%. أنتم مقتنعين بالجامعة لما سجلتوا؟ من اللي مقتنع؟ طيب، من اللي مقتنع؟ من اللي جاي بس بدون رغبة؟ أنا أتوقع هو اللي ينجح. طيب يمكن تكلم أنت، ليش جيت وأنت أنت براغب؟ عطنا ميكروفون، يعني أنا بنسأل ليش أنت مسجل بالجامعة وأنت ما أنت براغب يعني؟ ها، خذ الميكروفون، ودنا نستفسر ليش واحد يجي. إحنا نبغى بسمة، نبي ضحك، نبي أنت جاي تتعلم، نبغى واحد جاي بس ودي أسمع كيف ال على ما يصل الميكروفون. لا بس ودي أنا أسمع قبل يعني، بس لا تكون مفاجأة. تفضل. السلام عليكم. السلام، هلا والله. أنا أول خلينا صف قوله لأنه جريء. سم تفضل. خشيت ما من رغبة من نفسي، من رغبة الآخرين، وثاني شيء أنا خشيت وأنا ما عندي أي خلفية عن الجامعة. إي بس ليش جيت؟ يعني الأخوان زملائك نصحوك عن الجامعة؟ نصحوني عن الجامعة بس ما كانت لي رغبة. خيارك الأول؟ ما كانت لي خيار. يعني مشت. أنت تذكرني، خلوني أعطيكم قصة على ما قال غدها تمشي. أعطيهم إياه. هذا لما أنا كنت وكيل وزارة للبعثات،
وكنت في بريطانيا عند الملحق الثقافي جالس، فدخل طالب، يمكن ذكرت القصة في أكثر من مرة، جاء واحد طالب أنا جالس قال للملحق الثقافي أبغى تيكت. قال ليش الملحق؟ قال والله يا أخي أنا كلمت الدكتور الموسى بالجامعة بالوزارة وقال لي خذ تيكت وبعدين يعني عندي ظروفي الخاصة. فقلت له أنا أنت تعرف الدكتور الموسى؟ قال لي أعرفه، يعني مثل ما تقول أنت وش دخلك لأعطيك كف يعني، يعني كلام يعني قاسي عليه. قلت طيب متى كلمته؟ حنا كنا يوم الأربعاء. قال يوم الاثنين، يعني كذا صرخ بوجهي. قلت طيب وش اسمك أنت؟ قال أنا اسمي فلان. قلت له أنا الدكتور الموسى، لا أعرفك ولا كلمتني ولا شيء، وينحاش مع الدرج والحقه وأمسكه منه كذا وأسحبه وأجيبه وأحطه عند الملحق. قلت ليش؟ قال قلنا غديها تمشي. فالظاهر أنت قلت غديها تمشي يعني، ها؟ بس يمكن ما تمشي يمكن تمشي. أنا حبيت بس أقدم المقدمة هذه من خلال تجربتي بالجامعة، أبعطيكم سبع نقاط دائماً الطلاب يستفسرون عنها. حنا جئنا فقط للسلام عليكم والمباركة والإجابة عن الأسئلة، بس من تجربتي في سبع نقاط أو ثمان دائماً تتكرر مع الطلبة. أولاً، نظام التعليم في الجامعة، جامعة حكومية، هي نظام ليست وجهاً لوجه ولا عن بعد. نظام جديد قادم في التعليم العالي هو اسمه التعليم المدمج، ومن المتوقع عام 2025 50% من الجامعات العالمية ستكون تعليم مدمج واستخدام التقنية في التعليم رغم أنه كان متأخرا. ثانيا، واضحة الصورة ولا ما واضحة؟ فهو تعليم نظام مدمج وهو المستقبل للتعليم العالي، فأنتم عندكم تعليم نوعي هو المستقبل في التعليم، مثل نظام أبشر ومقيم وكذا والبنوك والاتصالات، ما تروح إلا عند الحاجة، هذا المقصود. ثانيا، الجامعة السعودية الإلكترونية لا تناسب الجميع. واحد يقول أنا مرابط عند جدتي وهذا عند خالته وهذا ظروفه وهذا يودي أولاده وهذا أخوانه وهذا حامل وهذا يداوم بالجبيل وهذا يداوم ببغداد وهذا يداوم مدري إيش. النظام الجامعة محدد ومعروف، إلى ظروفك تسمح، الدولة عندها 28 جامعة وفي أكثر من نظام، هذا نظام الجامعة سواء في الآيلس في القبول في التسجيل، فلا تضيع وقتك، حنا درجة واحدة ما راح نزيدك إياها. الأسئلة مثلا مركزية، عضو هيئة التدريس لا يملك إلا 10 درجات فقط، كل شيء بالتعاون مع جامعات عالمية سواء مع كولورادو أو فرانكن أو غيرها من الجامعات، وبالتالي هذا ودي تقرؤون عن النظام، وقتكم ثمين، فأنا ما ودي أنك أنت تتفاجأ، ولذلك أرى أنك أنت تقرأ إذا ظروفك تسمح ونظام الجامعة الموجود يناسبك الله يحييك، ما يسمح لا تضيع وقتك أنت. هذه النقطة الثانية أو الثالثة. ثالثا، ليس المطلوب من المدرس الشرح، وإنما المطلوب من المدرس المساعدة، فلا تتوقعون أن المدرس أو عضو هيئة التدريس يستطيع شرح كامل مقرر في يعني محاضرة من 4 محاضرات. رابعا، نظام المعادلات والتعاملات الإلكترونية. المعادلات لها سكشنز خاص موجود على بوابة القبول والتسجيل ممن درس مواد أخرى، فيفتح في بداية الفصل الدراسي، فمن أراد أنه يمكن يتابع من هذا، ولا يمكن معادلة في منتصف العام، هناك جدول وتعليمات الحذف والإضافة وغيرها مثل الجامعات الأخرى. رابعا أو عفوا خامسا، المعلومات أتمنى أن تكون رسمية. أنا لا أؤمن بقال وقيل، أنا سمعت وقالوا، هذه ليست مصدر للجامعة. موجود أيقونة في 37، كم خدمة 37 أو 35، ها؟ يمكن 35 خدمة موجود، حذف إضافة تعديل. أنا أستطيع أن أتابع وأحاسب إذا أنت أرسلت ولا ردوا عليك، لكن والله أرسلت إيميل كلمت ما يردون مدري إيش، فما فيه نظام بالجامعة قال وقلت. إلكتروني
ما ردوا عليك الإخوان، موجود عندك بوابة، موجود عندك إيميل المدير الجامعة، إذا المعاملة تخص مدير الجامعة واتصلت مع الإخوان، ما هو مدير الجامعة مسؤول عن القبول، أنا يجيني دائما على قبول فأرسلها القبول، ما قدم الطالب، أنا ماني مسؤول. يجب أن نميز أن كذا أرسلت لي عميد القبول أو المشرف وعميد القبول أو عميد الكلية وكيل الجامعة، ثلاثة هؤلاء أنا سأتعامل مع معاملك، وعد مني مكتبي، لكن لن أتعاون مع أي معاملة تأتي مكتبي بالإيميل، لأن إذا ما هي موجودة ما وصلت للعميد مشرف الفرع من هنا ثم عميد القبول في الغالب أو التحضيرية أو عميد الكلية ثم وكيل الجامعة، أنا ممكن تقول والله أنا خطابي كذا وسويت كذا، هنا أنا أتعامل وأنهي الموقف. هذه نقطة الخامسة. السادسة الحقيقة هي قضية التعليم والمشاركات العالمية. كثير من الزملاء دائما يقولون والله يا دكتور المدرس ما يشرح، ما نفهم إنجليزي، ما نفهم عربي، ما نفهم هندي، ما نفهم. طيب حاولنا نتعاون مع جامعات بالولايات المتحدة الأمريكية في تدريس مقررات distance learning، نفاجأ أنكم أنتم تسوون حذف، ليش؟ الواجبات واجب. فالنقطة السادسة كثرة الواجبات بالجامعة، هذه محسومة ومنتهية ومحددة بأيام معينة. أخيرا وليس آخرا، سؤال عن الرسوم، لماذا الرسوم؟ هذا قرار من مجلس الجامعة ومجلس التعليم العالي ومحسوم منتهي، وهي رسوم يعني الحقيقة رمزية لكن لها هدف أنها تثبت جدية الطالب. أنا فقط مرة أخرى أحب أشكركم، وأنا ما أريد القضية، ودي أشير حالة حصلت العام الماضي في فرع الدمام قسم الطالبات بالمحاسبة. المدرسة أو عضوة التدريس حاولت تسوي امتحان، الامتحان هذا موجود بنفس الوقت في جدة والرياض والجوف والمدينة أون تايم بنفس الوقت. تفاجأنا الأخوات هنا بالدمام قالوا والله ما نحب حنا مختبرين، 4 شباتر واجد، 18 طالبة سلما الامتحان ورقة فاضية، حطيناها صفر ارسبن يعني، راح نشتكي نجن ما اختبرتوا، طيب وش نسوي لكم؟ عندنا نجاح، عندنا اللي في جدة اللي في الرياض اللي في الدمام، فأنت تعامل في كل شيء نفس الأسئلة اللي بالدمام اللي بالرياض اللي بجدة اللي بالجوف، وبالتالي سوينا دراسة وجدنا مع ذلك أن أفضل الطلاب والطالبات لا أخفيكم موجودين في الدمام، وحنا نشكركم يعني على أن سمعت لهذا. لما سوينا دراسة المقارنة حنا دائما نقارن، أن لما نشوف رسوب عند اكس مثلا عند الدكتور عبد الله النجار، كل نهايه فصل نسوي دراسه مقارنه مرجعيه، ليش طلبه الدكتور عبد الله مثل بك مثال ما هو جيد، ما هو جيد ما خاله يعني، مثل الدكتور عبد الله سيء، لاحظتوا يعني انا ما اعتذر منه. لما يعطي الدكتور عبد الله حنا تجي النتائج، وجدنا مثلا عندنا مثلا بنت بالرياض ما كانت تدرس كويس، نسبه النجاح 35%، لما جلسنا معها وشفنا قلنا ليش، فاتضح لنا ان فعلا هي اساليبها سيئه، نفس هي كانت تشرح للطلبه كل شيء، فلا تستطيع بيوم واحد تسوي شرح للمنهج، فقلنا لا تغيرين طريقك 1 2 3. فعندنا دراسات مرجعيه مقارنه، ولو وجدنا فروق ذات دلاله احصائيه حقيقه الا يعني ضعيفه جدا، ونهايه كل فصل نسوي تطوير اداء لاعضاء التدريس. مره اخرى انا اشكركم وبارك لكم القبول، وربي يوفقكم، وانا متفائل بكم جميعا، الحضور طيب، وانا اتوقع ان شاء الله عند الاخوات نفس الحاله، فهذا دليل على رغبتكم وعلى حرصكم، اتمنى هالحرص انه يترجم، وانا اضمن لكم من الجامعه السعوديه الالكترونيه لن تسلمكم ورقه في النهايه، هذا وعد، وعد مني، تعطيكم KSA اللي هي Kingdom Saudi Arabia Knowledge Skills Attitude اللي هو ماذا؟ سكيلز مهارات ونالج معارف واتيتيوت لقيم ومبادئ كذا. وانا بودي باسمكم جميعا في النهايه نصفق لجميع اعضاء التدريس العاملين معنا
والمشاركين لنا من جميع دول العالم، يعني لأنهم يشاركون هذا النوع من التعليم. فباسمكم جميعا أنا أشكر زملائنا أعضاء هيئة التدريس، يعني رجال ونساء وجميع أعضاء التدريس وجميع الموظفين العاملين. فنحن شركاء لكم، نسعى لتقديم أفضل خدمة لكم. حنا لا بيننا وياكم عداء، حنا اللي بيننا وياكم لنقدم لكم المادة التعليمية اللي تساعدكم في حياتكم، مو أنا آخذ وقتك وعرك اسمك طالب ثم في النهاية أسلمك ورقة وأديك لأهلك إنك ما تقدر تنزل للسوق. ربي يوفقكم ويسعدكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلوني أجاوب على إذا تسمحون لي الأسئلة اللي خاصة بي، يعني هل يمكن أعطاه فرصة للتسجيل؟ ها هناك، يعني أنا قلت بس إذا في من الأسئلة. لا ما في أسئلة، ما في في أسئلة للكليات الأخرى الدكتور علي يمكن. طيب عطوا الأخوان الأخوات في أسئلة. عندهم طيب يسألون. يقدروا يسألون مباشرة. طبعا يقول درجة اللغة الإنجليزية هل يعطى استثنائي فرصة أخرى؟ طبعا بالنسبة للغة الإنجليزية عندنا الطالب عنده فرصة هو لمدة سنة أنه يحصل على الدرجة، اللي ما يحصل عليه في نهاية السنة في فرصة الفصل الصيفي، وأيضا فصل استثنائي هو الفصل الأول الذي يليه. أيضا من ضمن الأسئلة اللي حصلت، هل السنة التحضيرية محسوب فيها المعدل التراكمي؟ بالنسبة للغة الإنجليزية هي فقط نجاح ورسوب، لا تدخل في المعدل التراكمي، بقية المقررات تكون من ضمن المعدل التراكمي. بعضهم يسأل عن المعادلة، هل المعادلة عندما يتم المعادلة تحسب الدرجة كما هي في التقدير المقرر المقدم؟ لا، المعادلة فقط تحسب النجاح ورسوب ولا يحسب التقدير لها. هل أستطيع تغيير التخصص في السنة التحضيرية؟ بالنسبة للتخصص في أيقونة تفتح في جداول معينة عن طريق عمادة القبول والتسجيل، ويمكن يعني الاطلاع عليها حسب التواريخ المحددة لذلك. في أسئلة عن أنا أقول نظام، هل يوجد إجازة اضطرارية؟ طبعا تعرفون الجامعة حنا الفصل العام الماضي الفصل الأول والفصل الثاني الحرمان اللي تم على الطلبة والطالبات تقريبا 1121، قضية الحضور والغياب الجامعة جادة بتطبيقه، لكن فيه الظروف الخاصة، يعني لك 25% نسبة غياب تتجاوز عنها الجامعة، وما زاد عن ذلك إلى 50% على صلاحية مجلس العمادة، وتنظر في حسب كل ظرف كل حالة بحالة. طبعا بعضهم يسأل عن هل هناك تقوية للغة الإنجليزية؟ اللغة الإنجليزية الحقيقة معدلكم ومتاحة بشكل فعال، برنامج الإنجليش تاون والإي إف كلف الجامعة الكثير من أجل الحصول على جميع الفيتشرز اللي موجودة بالبرنامج، وطلبنا من الشركة أيضا وضع كثير من التعديلات اللي تخدم الطلبة. البرنامج مفتوح خلال 24 ساعة على رأس كل 30 دقيقة وليست على كل ساعة الفصول الافتراضية. الكثير من التدريبات المتعلقة بتنمية مهارات القراءة والاستماع والكتابة متاحة، وأيضا قواعد اللغة اللي هي الجرامر موجودة، فكل ما عليك الاستفادة منها. المدرس موجود بشكل أسبوعي، اللقاء معك الأربع ساعات. أنا أتوقع جميع جوانب هذه إذا أنك يعني استطعت أنك تمضي الوقت المناسب للتدريس والدراسة إن شاء الله تبي تكون حليفك النجاح إن شاء الله. اسمح لي دكتور علي، بس في مجموعة من الأسئلة كذلك أخرى مطروحة عن موضوع تغيير التخصص وعن موضوع اللي هو تغيير الفرع. أنا سأجمل معلومة في هذا الموضوع، إدارة الجامعة حريصة كل الحرص على اللي هو إعطاء الفرصة لأي طالب أو طالبة للي هو الدراسة في التخصص الذي يرغب فيه، فبالتالي من درس أو سجل في تخصص ما
ومن ثم رغب في تغيير التخصص، فلديه الإمكانية في ذلك من خلال الأيقونات المخصصة لذلك في الخدمات الطلابية. نهاية كل فصل، طبعا السنة التحضيرية ما بيضرك انك انت تكون في اي تخصص، لكن قبل ما تتعدى السنة التحضيرية حاول انك انت تختار التخصص المناسب لك. لنفترض مثلا انك انت اخترت تخصص محاسبة ودرست الفصل الاول بعد السنة التحضيرية في تخصص المحاسبة، لديك الى اللي هو نهاية السنة الثانية من تسجيلك في الجامعة في امكانية التغيير الى تخصص اخر ترغب فيه، لأن السنة الثانية على مستوى كلية العلوم الإدارية والمالية كلها متماثلة، فلذلك اختر التخصص الذي ترغبه وحاول أنك أنت تختبر نفسك أو أنك تتأكد من نفسك خلال السنة التحضيرية، ومن ثم أقدم على أو قدم على اللي هو أيقونة تغيير التخصص لتحقيق رغبتك في هذا الجانب. الأمر الآخر الذي أريد أن أوضحه لكم وألاحظه في مجموعة من الأسئلة، أن بعض الأحيان تطرأ ظروف على الطالب للانتقال من مكان إلى آخر، وخاصة الطالبات يعني تكون مرتبطة بزوجها أو بأهلها في انتقالها من مكان إلى آخر. إحنا الجامعة السعودية الإلكترونية، أنت مسجل في الدمام تكون بالدمام هو الأساس، لكن تتيح الفرصة لمرة واحدة خلال الدراسة أنك أنت تغير الفرع لفرع آخر، لكن مع نهاية الفصل الدراسي وليس خلال الفصل الدراسي، مع نهاية الفصل الدراسي، لأن تاريخ دراستك أنت تكون مرتبط مع أستاذ مقرر محدد هو الذي يقيمك، هو الذي يتابعك، هو الذي يكون معك خلال هذا الفصل. فبالتالي إذا رغبت في تغيير الفرع حاول أنك أنت تكون ترتب أمورك على أنه يكون في نهاية الفصل الدراسي قدر المستطاع. مرتاح. في أسئلة خاصة بي، هذه واحدة اسمها نوف تقول أنا قبول مبدئي. بالنسبة للي عندهم قبول مبدئي، أن قبلنا على مستوى الجامعة كل من تقدم في الغالب اللي تأخروا، ولكن ما نستطيع أن نسوي قبول إلا إذا تخلف مجموعة، فهؤلاء يعتبر قبولهم نهائي ريثما استكمال الأوراق. فتطمن الأخت نوف إن شاء الله أنه بيكون نهاية الأسبوع هذا تكون الأمور مكتملة. المنح الدراسية يوجد تفصيل كامل موجود بالموقع، هذا ما معنى شعار الجامعة KSA اللي هو Knowledge Skills Attitude. أنا أقول إن شاء الله إذا تخرجت من الجامعة يكون لديك معارف في نفس التخصص وعندك المهارات اللازمة وعندك القيم والمبادئ، لأنك بدأت تتعود نفسك على أنك تسوي جدولك الخاص وظروفك الخاصة واحترام الآخرين والقيم اللي حصلتها بالجامعة ومن تعامل مع الطلبة وندوات ومحاضرات. أكيد أنها الهدف هو تغيير السلوك إلى سلوك إيجابي. خريجات اللغة الإنجليزية هل يقبلون مستقبلك كمدرسات؟ لا 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 لا، اللغة الإنجليزية ليست للتعليم، وليتكم الدكتور عبد الله تحطونه بالموقع ليست مخصصة للتدريس. حط لي دكتور أبو نايف، حطوا لنا ملاحظة، بلغوا بالنسبة للموقع أن البرنامج غير مخصص للتدريس. حط ملاحظة اللغة الإنجليزية، حط ملاحظة أن حطها بالموقع، لأن هذا علشان ما يسوي إرباك للآخرين. هذا سؤال إعفاء الرسوم ذكرت قبل قليل. مش باقي من الأسئلة الخاصة بي. التحويل التحضير. في سؤال تسمح لي دكتور؟ سب تفضل. السؤال هنا ما ناخذ الآن بعد الدكتور علي، ناخذ شيء مباشر من هنا ومن الأخوات. في سؤال يقول ما الحل لمن لم يختبر تحديد مستوى اللغة الإنجليزية؟ طبعا في ناس متأخرين ما سووا تحديد المستوى، على الطالب مباشرة أنه يدخل على برنامج اللي في English First ويسوي تحديد اللغة الإنجليزية. بالنسبة للفصول المباشرة حين وضعناه، أي واحد اللي تم تحديدهم على الفصول المباشرة 5100 ورقم صغير يعني، لكن في مجموعة 300 طالب وطالبة لم يتم تحديد مستواهم بالنسبة للفصول المباشرة، تم وضعهم بالمستوى الثاني. عندنا ثلاث مستويات، الابتدائي والمتوسط والمتقدم. يمكن الطالب أنه يدخل بالمتوسط، وإذا رأى المدرس أنه يحتاج له التغيير يمكن يرفعه. بالنسبة للإيف لا يمكن أصلا أنه يبدأ أي مستوى
ده برنامج الانجليش فرست اللي وهو منهي الساعات. ايضا في سؤال هنا عن تغيير بعض المقررات في السنه التحضيريه. السنه التحضيريه هي تتبع نظام البلكات، والخمس مقررات مجبر الطالب انه يجتازها، ولا يمكن للطالب تغيير مقررات وحذف او اضافه اي من المقررات خلال الفصلين الاول والثاني للسنه التحضيريه. في سؤال هنا ولا الاخوات مباشر؟ لا مشكله. في طالبة تقول أنا بالنسبة لموضوع الحذف، الحذف يمكن يحذفون الآن. واحد إيه سجلت مادة تبي تحذفها، مسموح الحذف؟ إلى نهاية الأسبوع هذا تسوي بالأيقونة الحذف. إذا في سؤال مباشر هنا أو من الأخوات أو تعليق. هي هنا سؤال مهم، يعني ودي يقول لدي شهادة دبلوم حاسب من معهد نيو هورايزن، هل يقبل معادلة مادة الحاسب؟ لا، مادة الحاسب ما تقبل معادلة إلا من صادرة عن جامعة وبرنامج أكاديمي لمدة 16 أسبوع لا يقل عن 16 أسبوع. أي معاهد تجارية أخرى لا تقبل المعادلة في ذلك، فالرجاء عدم الرفع لأنه سيكون مصيرها الرفع. ايضا بعضهم يسال يقول هل ممكن الحضور على يومين بدل من يوم؟ في بعض الشعب مطروح بعض البلكات على يومين اذا ومتاحه، اذا امتلى الشعبه الافضليه للي سجل في البدايه، فحسب امكانيه الشعبه يمكن انك تدخل وترى يعني البلوك الكامل يعني تغييره هل هو متاح ام لا. اذا في سؤال مباشر من هنا ومن الاخوات. شباب التنظيم خلوا ميكروفون هنا الأخوات. الأخوات في استفسار سؤال. السلام عليكم. ما يخفيكم أن معظم الطلاب في الجامعة موظفين. أنا موظف وينتهي وقت دوامي الساعة 4 العصر. دخلت على الجدول الأسبوعي لقيت أول محاضرة الساعة 3 العصر. خطبت عن طريق الإيميل عمادة السنة التحضيرية، فقالوا لي شيك على جدولك خلال اليومين هذه، إذا تغير شيء كان بها. شيكت خلال اليومين ولا تغير شيء. خطبتهم ثاني مرة قالوا لي التزم بالجدول اللي هم حطوه لك. أي. فأنا الحين ما أقدر أنا طيب. الجامعة أنا والله أنا أنصحك إذا ظروفك ما تسمح تنتقل إلى جامعة أخرى، لأن محدد الجدول وثابت من ثلاث، ما في شيء يبدأ بعد ثلاث لك ولغيرك يعني. ولذلك أنا ذكرت لكم قبل قليل أن الجامعة لا تناسب الجميع. الحمد لله البلد فيه 28 جامعة، في أكثر من تنظيم، في جامعة الملك فيصل عندها عن بعد، في جامعة الإمام، جامعة الملك عبد العزيز، في كذا فرصة. نحن لن نغير ثابت. فإذا ظروفك، احنا نريك أن تأتي وظروفك تسمح. إذا ما ظروفك تسمح أنا أنصحك أنك تأخذ ملفك، أريح لك نفسيا واجتماعيا واقتصاديا ومستقبليا، شيء تبع ظروفك. لا تعذب نفسك من أول يوم وأنت مسوي برشر وضغط على نفسك والله أنا ما أقدر، فهذا أفضل حل. لا لا بس المسألة بسيطة جدا، ما يحتاج التصعيب ذا كله. يعني أنا أول محاضرة عندي، خلنا نتكلم لو سمحت، أول محاضرة عندي من الساعة 3 إلى الساعة 6. أنا بإمكاني تخلي الجدول تخليه فلكسبل على الأقل، تعطيني أول أختار محاضرتين من الساعة 4 إلى الساعة 8، واليوم الثاني أو يوم اللي بعده قرار أغير الجدول. طال عمرك 1500 طالب مستجد هنا في الجامعة، محسوم ومنتهي. إذا ظروفك تسمح ما عندك، ما هي ظروفك لا تتعب نفسك. والله المشرف، مشرف الجامعه قال كلمه طيبه انه يقول اذا احنا في معاقبات على الطلاب ما نستطيع، هذه عقبه. احنا ما نقدر يعني. انا اقول لك الان ما نقدر، وانا انسان رغبان اني ادرس في الجامعه. اخي العزيز، مثل ما ذكر سعاده مدير الجامعه، اذا كان نظام الجامعه او ان وقت الجامعه لا يناسبك، يعني في الاولى انك تختار ما يناسبك. الامر المهم هي يوم واحد في الاسبوع، يعني انت تقدر انك تنسق مع جهه عملك في هذا الامر اذا كان لديك رغبه
في الاستمرار في الجامعة. إذا ما لديك رغبة الله يوفقك إن شاء الله ويسهل أمرك في أي نظام من أنظمة الجامعات الأخرى المتاحة في هذا الجانب، لأن الجامعة مثل ما ذكر الدكتور لن تتغير، لن يغير نظامها، لن يتغير نظامها. مو بتغير النظام، نعم. في يوم في يومين. أنا الانترميديت ما لقيت إلا يوم. أنا سجلت ولد عمي بعدي أعطوه يومي. ما في أسبقية. نعم. أخوي الآن ما أتيح في التسجيل فهو المتاح. إذا كان ما حصلت على هذه الفرصة فهي ذهبت لغيرك. نعم. نعم. أوكي يعطيكم العافية. نعم. الأخوات عند في أي سؤال يا أخوات؟ سؤال من جانب الأخوات. الصوت مسموع، يا ريت تأكدون أن الصوت مسموع يا أخوات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. هو الحين بالنسبة للدراسة برا، هل لأنه بسبب أنه انخفاض المتطلبات في الجامعة، هل هذا يؤثر على الاعتراف برا، قصدي في الجامعات في أوروبا؟ لأنه جامعات أمريكا برضو متطلباتها شوي قليلة، لأنه الجامعات هنا الجامعة هذه بالنسبة للإنجليزي متطلباتها جدا منخفضة حتى بالنسبة للشهادة، فأنا خايفة من هذا الموضوع، هل هذا يؤثر بالنسبة للقبول في الجامعات الثانية أو لا؟ شوي شوي يا أختي، بس أعطينا المعلومة شوي شوي. أنا ما والله ما أدركت شو اللي أنت قلتيه. احكي شوي شوي. لو حبيت اني مثلا احول وانا لسه في البكالوريوس، يعني هل انا شهادتي تكون قويه لدرجه انه انا اكون ضامنه انه انا لو حولت حتى درجاتي كامله؟ خليني اعلق على فهمت اللي انت تقصدين. انا ذكرت من البدايه ان الجامعه السعوديه الالكترونيه جامعه حكوميه معتمده من مقام المجلس سيدي خادم الحرمين الشريفين، بحضور وزير التعليم وحضور وزير الخدمة المدنية وحضور جميع الوزراء المعنيين في هذا الموضوع، فبالتالي الجامعة معتمدة من جهة أنها حكومية. هذا نقطة. النقطة الثانية، جميع تخصصات الجامعة تم تصنيفها من قبل وزارة الخدمة المدنية. أنا ذكرت لكم فقط تخصص المعلوماتية الصحية. الآن نسعى بمشيئة الرحمن خلال الشهرين القادمين سيتم إعلان ذلك على موقع الجامعة بأنه ولله الحمد والمنة تم اللي هو تصنيف هذا التخصص كذلك، بحكم أنه تخصص جديد في مجال الخدمة المدنية. لكن الجامعة سعت من خلال إدارتها وكوادرها المختلفة في موضوع اللي هو تصنيف هذا التخصص واعتماده من هيئة التخصصات الصحية وكذلك من وزارة الخدمة المدنية. مسألة اللي هي كفاءة الجامعة وجودتها، احنا في أثناء إعدادنا للخطة الدراسية للجامعة حرصنا على أن تكون تابعة لأفضل الجامعات العالمية، ولذلك عقدت الجامعة شراكات مختلفة وشراكات متعددة عالمية لغرض الحصول على التميز في هذا الجانب. نسعى للحصول على الاعتماد الأكاديمي بمشيئة الرحمن بعد تخريج أول دفعة. النظام لا يسمح أنك أنت تقدم على الاعتماد الأكاديمي قبل تخريج الدفعة الأولى أو الدفعة الثانية من خريجيك في الجامعة. نحن الآن نسعى فقط أن وصولنا إلى هذه المرحلة وإلى هذه الفترة المحددة مع نهاية السنة القادمة إن شاء الله سنكون إن شاء الله مؤهلين أن احنا نقدم على الاعتماد الأكاديمي، وأنا يعني متفائل خير في هذا الموضوع ومتأكد إن شاء الله أن الجامعة ستحصل على الاعتماد الأكاديمي العالمي، سواء من اللي هو AACSB لتخصصات اللي هي البزنس أو تخصص الإيبت أو الحاسب الآلي تخصص الإيبت أو الكوهرت للتخصصات الصحية بمشيئة الله. فالجامعة تسعى بشدة وبإصرار على هذا الجانب، وإدارة الجامعة حريصة على هذا الموضوع، وإن شاء الله سنحقق النجاح جميعا مع بعض. هذا طالب يقول أنه ما قبل وقدم مرتين خريج بكالوريوس. احنا ما عندنا بكالوريوس، يبي قانون، ما عندنا قانون اصلا ماجستير، لكن بكالوريوس مفتوح يقدم بالشهاده الثانويه. وهذا يقول له هل تم التواصل مع ارامكو؟ نعم، تقديم الفصل الثاني طبعا اذا فتح. تم التواصل مع ارامكو، زاروا الجامعه وزارونا بالرياض وزرنا وزارونا هنا، وهم وعدونا انهم يبعثون طلابهم
إلى هذه الجامعة بدلا من بعض الجامعات لأنهم يهتمون باللغة الإنجليزية. أيضا تم تسويق الجامعة في وزارة مع وزارة العمل مع وزارة الخدمة المدنية، وتعرفون نحن حديثين عهد بعرس عمرنا 3 سنوات لا شك، لكن الحمد لله الجامعة خطت خطوات جيدة وسمعة طيبة خلال الفترة القصيرة مقارنة بالجامعات الأخرى. طبعا لم أختبر تحديد المستوى دكتور علي، تكلمنا عن تحديد المستوى. ماشي، السؤال هنا ولا الأخوات؟ السلام عليكم. تفضلي. لو سمحت بس حبيت أسأل، هل إذا كان عندي شهادة من مؤسسة أجنبية مصدقة من الملحقية الثقافية ولكن غير مصدقة من وزارة التعليم العالي، يعني ما لسه ما عدلتها، يعني يعادلونها أو لا؟ فهمت السؤال؟ أي مرحلة؟ بكالوريوس. بكالوريوس بالثانوي، إحنا ما البكالوريوس نقبل الثانوي إن شاء الله عمر رسمية. لا لا لا، أنا ما عندنا مشكلة. أنا أقصد أنا دارسة مواد زي مثلا مواد الحاسب والمعادلة. قضية المعادلة بالمواد يخضع لابد من في أيقونة، إذا كنت دارستها في جامعة ترفقين السجل الأكاديمي ومفردات المقررة جميعا على الأيقونة وسيتم النظر إن شاء الله. يعني بس مش ضروري أنها تكون معادلة من وزارة التعليم العالي، يكون رسمي ومختم من الجامعة. يا الكلام للجميع يا اخوان، يعني في ما يخص المعادلة عندنا فقط لمقررات السنة التحضيرية اللغة الإنجليزية ومقررات السنة التحضيرية بالإضافة إلى مقررات الثقافة الإسلامية. المقررات التخصصية لا ليس فيها معادلة مطلقا، عشان تكون الصورة واضحة للجميع. فقط مقررات المقرر اللغة الإنجليزية، مقررات السنة التحضيرية، وكذلك مقررات الثقافة الإسلامية، غيرها ما في معادلة، وتكون المعادلة عن طريق الأيقونة المخصصة على موقع عمادة القبول والتسجيل. تفضل الأخوان هنا، أعطوهم الميكروفون. سلموا الميكروفون يا شباب هنا، الأخوات إذا في سؤال بعد السؤال اللي هنا. السلام عليكم. بغيت استفسر عن التخصصات، هل راح يتم افتتاح تخصصات هندسية؟ ايش تخصصات؟ لا موجودة اللي بالموقع عندنا. تخصصات موجودة بالموقع. في بعض الأسئلة موجودة عن اختبار تحديد المستوى، يقول أنا طلع المستوى الخامس وأنا أحس المستوى أقل. بالبداية اختبار تحديد المستوى يعني يعتبر مقياس، يعني نعتبره جيد لتحديد المستوى، لكن إذا شعرتي بهذا ممكن المدرس أو المدرس تقتنع. نعم بعد إذنك يا دكتور الأستاذ الدكتور عبد الله الموسى، تكلمت عن رجال الأمن، فنيابة عن رجال الأمن نتقدم لك بالشكر الجزيل لأنك ما نسيتهم في هذه المرحلة المهمة، فشكرا جزيلا لك. ورسالتنا إن فعلا وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه. شكرا للجميع. السلام عليكم. طبعا عندي سؤال بخصوص برامج الماجستير. طبعا الجامعة تعتمد نظام التعليم المدمج اللي هو الانتظام والتعليم الإلكتروني. الجامعة ترفض قبول أي طالب خريج بكالوريوس تعليم عن بعد وانتساب، فهل هناك في تغيرات لهذه الإجراءات أم لم يوجد أي تغير؟ القبول في الجامعة لدرجات، فدرجة الانتساب لها وزن معين، فدائما وزنها لا يلحق بالركب، ولكن لو المتقدمين عدد قليل، فحنا الآن متقدم لنا 27,000 مثلا السنة هذه،
احنا حطاقتنا الاستيعابيه مثلا 17,000، لا نستطيع القبول حقيقه 17,000، فانت اخذ الافضل. الماجستير تقدم علينا العام الماضي 4,800، الطاقه الاستيعابيه 500 مثلا. انا اكيد انا متاكد ان 4,800 اللي تقدموا الماجستير، ما نستطيع، فانت تاخذ الافضل من ومن حقك انك تاخذ هذا. اخوان في هذه النقطه الجامعه ما ترفض، هي لا النقطه اللي ذكرت ان الجامعه رفضت، لا هي ترتب الاولويات وتعطي وزن لكل نوع من انواع الشهادات، فبالتالي سبقوك الاخرين في ذلك وحصلوا على المقعد في هذا الجانب. هنا اخوانا اللي هنا الأخوات في سؤال. السلام عليكم. سلام. والدة وجدان تعليم خاص، حبيت أسأل كيف تكون المعاملة له في الجامعة من قبل المعلمات والطالبات، وكيف يكون لها سنة تحضيرية الترم الأول أو الترم الثاني؟ الحمد لله على قبولها. ما نوع الإعاقة اللي عندها يا أختي؟ ضعف بصر. ضعف بصر. ضعف البصر له ضوابطه، له ضوابطه وله جوانبه في هذا الإطار، والنظام يخدم هذا الجانب من خلال أن البنت التي لديها هذه الإشكالية أو الولد كذلك أن يكون لديه قارئ مساعد في هذا الجانب، ويتاح له الفرصة بحكم أن الجامعة يعني تدفع الدراسة فيها برسوم، هذا الأمر قد يكون له ضوابطه في مسألة هل أن الجامعة تؤمن هذا الأمر للطالبة أو الطالب أو لا، لكن ارسلوا أنتوا هذا الأمر من خلال مدير الفرع أو المشرف على الفرع، وسيتم إن شاء الرحمن التعامل مع هذا الموضوع بما يحقق إن شاء الله المصلحة العامة في هذا الإطار. لكن أنا نصيحتي لضعف البصر قد ما تناسبها عندنا الجامعة، يمكن الإعاقة الحركية أفضل لأنها تتعامل مع الحاسب وكل شيء، لأنك أنت تريد قضية برايل وترجمة المواد وغيره، هذا غير متوفر وغير متاح يعني عندنا في الجامعة، وبالتالي هي سيكون لها التعامل المباشر في التعليم العام. أنا أعتقد في الجامعات الاعتيادية أفضل لها، يعني أنا لو كانت عندي الحالة نصحتها، لكن ليه؟ لأن كل مناهجنا الحقيقة بالحاسب ولا توجد، غير موجودة على برايل أبدا، وكلها الكتابة وغيرها، فهذا غير موجود عندنا في الجامعة في الوقت الحالي، مجرد اقتراح يعني. هنا إذا في أحد من الأخوان تفضل. السلام عليكم. أول شيء نشكركم على التجمع هذا. أستاذي بس سؤال بسيط بالنسبة للسنة التحضيرية، الآن لما أعدل أنا أسوي اختبار مثلا ستيب أو الإلتس وأعدل اللغة الإنجليزية من تروح علي في الترم الأول، يبقى لي مادتين، ليه ما تتيحون فرصة للي مثلا درجاتهم عالية ويعدي من البداية أنه يدمج الأربع مواد المقررات الباقي من السنة التحضيرية في ترم واحد، بدل ما يوزع على السنة مادتين مادتين؟ يعني إحنا شيبان يفرق معنا الترم الواحد. تقصد حصل على اختبار الآيلتس قبل بداية الفصل؟ قبل بداية الفصل وممكن إيه أنا مثلا سويت الاختبار ممكن ننسق له. نعم ممكن يبقى مثلا جيد إيه يكون في ترم واحد عشان يوفر عليه ممكن السنة. ممكن إن شاء الله. طيب من الراجع فيها أو كيف هذا؟ مشرف الفرع إن شاء الله وننسق أنا معك. الله يجزاك شكرا. السلام عليكم. عندي ثلاثة أسئلة لو تكرمتوا. يعني السؤال الأول بالنسبة لو في شخص عنده مجال أنه مثلا يحضر بصفة أكثر، هل يعني عنده مجال في دوامه أنه يحضر بصفة أكثر في الجامعة، هل هذا يؤثر في مثلا يعني يكون أنه يحصل على الشهادة يعني بدري شوي؟ شلون تحضر أكثر يعني؟ ها؟ وشلون تحضر أكثر؟ يعني هي مخصص يوم، ممكن أحضر 3-4 أيام إذا موجودة وتقدر تسجل ويسمح لك النظام، ما عندك مشكلة. في متطلبات جامعة قبل وبعد معي ولا لا؟ السؤال الثاني، هل أنا درست كوميونيكيشن سكيلز في جامعة ثانية،
هل ممكنها تعادل أو ما تعادل؟ يعتمد على مفردات المقرر، عندك الأيقونة قدمها، إذا كانت متطابقة إن شاء الله تعادل لك. باقي واحد بس. بالنسبة للرسوم، هل مثلا لو في شخص جاب درجات عليا يعفى؟ موجود نظام المنح على الموقع. شكرا. لا ضوابط. السلام عليكم. السلام. أخوكم عمر الشاطري، طالب في الكلية وموظف في شركة أرامكو السعودية. طبعا أنا أحب استفسر إذا كانت في مبادرة من الجامعة بدراسة يعني دراسة احتياجات سوق العمل من ناحية معرفة القياسات ومعرفة المواصفات اللي يحتاجها سوق العمل. أنا أشتغل في الشركة وكانت الجامعة معترفة لدى الشركة. طبعا مؤخرا قبل 4 شهور سحبوا الاعتراف الجامعة من الشركة لسبب ما. فكان سؤالي إذا كانت في مبادرة من الجامعة أن تشوف إيش الاحتياجات اللي يطلبها السوق، بحيث أنه في متخرجين كثيرين كل سنة وبيزيدوا. وطبعا أشكركم على جهودكم وعلى زيادة عدد التخصصات وزيادة الطاقة الاستيعابية حق الطلاب. شكرا. التخصصات الجامعة كلها تخدم سوق العمل، وفي تنسيق سواء مع وزارة العمل أو وزارة الخدمة المدنية، ولا ينشأ الآن قسم في التعليم العالي إلا بعد التنسيق أن هناك حاجة ماسة له. ولكن أنا أعتقد أن إتقان المهارات والحصول على القيم والمبادئ والأخلاقيات هذه عوامل أساسية نحاول نركز عليها في الجامعة. ناخذ سؤال أخير من الأخوات. في سؤال ولا؟ لا ما في. شكرا لكم جميعا. باسم منسوبي الجامعة فرع الدمام وباسمكم جميعا نتقدم بالشكر الجزيل للضيوف الكرام مدير الجامعة وسعادة الوكلاء، ونتمنى لكم جميعا التوفيق والنجاح، والله الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.